لم يكن الأداء السياسي للأحزاب المشاركة في العملية السياسية مرضياً طيلة الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث دفع الياس من إمكانية التغيير والمخاوف من التزوير نحو مقاطعة واسعة للانتخابات النيابية. بعد يوم اقتراع طويل أدلى المواطنون بأصواتهم لانتخاب نوابهم في البرلمان القادم، ضمن عملية سجلت وبحسب إحصائيات نسبا متفاوتة لم تكن بالمستوى المطلوب. فضعف الإقبال على هذه الانتخابات لم تشهده أي انتخابات منذ عام 2003. عزوف الناس عن الانتخابات هو الإحباط من الانتخابات السابقة. المرشحين الذين وعدوا الناس بالانتخابات السابقة لم يحققوا مطالبهم، ولكن الشعب العراقي من خلال السنوات الماضية عرف أو افتهم المرشح اللي راح يختاره. نسبة المشاركة بالانتخابات قليلة لأنه الشعب أصبح يائس من الحكومات السابقة التي توالت على الحكم من 2006 ولحد الآن. وفيما اختلفت معدلات التصويت ما بين محافظة ومحافظة، شهدت العاصمة بغداد أقل النسب في التصويت قياساً بباقي المدن، ما دعا بالنخب السياسية والدينية على حث الناس وإقناعهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم وقلب المعادلة. فشل السياسيين في إنتاج دولة عراقية تمتلك هوية عراقية، تمتلك مشروع وطني أساس الخدمات، فشلوا في هذا المشروع أدى إلى عزوف الناس في الذهاب إلى الانتخابات، لأن أصبح يقين لدى الشعب العراقي بأن الذهاب إلى الانتخابات يعني بقاء اللصوص وبقاء تردي الخدمات إلى أطول فترة ممكنة. وبحسب المتابعين فإن ضعف المساهمة في تلك الانتخابات لا تعود لسبب واحد، بل أن هنالك عدة أسباب، لعل من بينها إحساس المواطنين بعدم جدواها في تحسين أوضاعهم العامة. هدى عزيز، قناة الفلوجة.